جدد محافظ بابل صادق مدلول رفضه عودة العائلات المهجرة من جرف الصخر إلى مناطقهم قبل إعادة قيادة العمليات إلى المدينة بذريعة توفير الأمن. وقال مدلول إن الحكومة المحلية تعتبر قيادة عمليات بابل الصمام الرئيس لأمن واستقرار المحافظة، مضيفا أن مجلس الإعمار فشل في تخصيص مبالغ تكفي لإعادة إعمار الناحية، وأن قرار إعادة 3000 عائلة للناحية مرهون بإعادة الإعمار والاستقرار الأمني في المنطقة. هذا وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أوعز بإعادة نازحي جرف الصخر بعد تدقيقهم أمنياً.